سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في عدد جديد يأتيكم على قناتكم المحبوبة، قناة شوبير تي في، تخص دائما المواضيع الرياضية الجزائرية والعالمية، يعني تخص المحترفين، خاصة تخص المنتخب الوطني. هذه المرة سنتحدث عن رياض محرز. رياض محرز يعني يتداول على كل الطاولات، كما نقولوا لي طابرون، طاولات المستديرة حول كرة القدم في أوروبا وحتى في العالم العربي. نستضيف في حصة اليوم السيد أحمد شوبير، مرحبا بك. السلام ورحمة الله. سي العربي، مرحبا بكم ومرحبا بالجماعة اللي معنا سهرة معنا، ومرحبا كاع بولاد الجزائر. سيدي المحترم، ربما أنت على دراية ما سنتحدث اليوم، يعني تصريحات نارية برزت من اللاعب أو نبعت من اللاعب الدولي السابق المصري محمد ميدو حسام. يعني أنت تدري ماذا قال، وأنه قال أنا سأحلق شعري إن فاز ليستر بالدوري الإنجليزي الممتاز. يعني نحن لا نعلم إن هو يقصد ما ليستر كفريق أو يقصد اللاعب محرز، لأن محرز هو في سباق، يعني سباق صعب مع الدولي محمد صلاح في المرتبة كأحسن الأولى لاعب، عربي، كأحسن لاعب عربي. واه. يعني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. العربي، احنا هادو المصريين يعرفوا يمثلوا، هادو التمثيل تاعهم هذا باش يشيع يقول ذي الكلمة. قال له من حسن شعري لو كان يديها ليستر، هو ما بغاش يقول محرز. عندنا احنا جزائريين فماك في هذيك القناة المغربية الجزيرة الخنزيرة كما يقول لك، ضد كل ما هو جزائري واللي يخدموا معاها. كاين جزائريين فاني حاشا ما يجتمعوا ثلاثه ولا يخدموا فماك ما يبغوش هذا السؤال، بصح ما عندهمش كيما يقول لك ما عندهمش قوه فماك، مش كيما بريش وكلش اللي عندهم قوه فماك. الناس تفرح من يهدر هذا رمسيس السيس، هذا اللي يقول لك حنا فراعنة وربينا على الفرعون، يقول لك حنا فراعنة لامنوا بحضاره حجره، فهمني؟ ما دي مكسلي تديه الغيرة فما كانوا قاعدين ذاك بالريش مكسلي، بصح بالريش هذيك مشي ولد الجزائر، بالريش مشي ولد الجزائر، ما هو جزائري. ما تديش الغيرة، بصح تديه نورمالمون كاين اللي يتدخل فماك. فهمت أستاذ؟ أنت راك محلل رياضي، ما تبقاش تهدر حلق شعرك ولا حق قطع كرعيك ولا قطع روحك مرة ولا نقص روحك مرة. قلت هذا وين لعب؟ شحال لعبت أنت يا شحال شادت كيما راه داير، كيما راه داير سيدك محرز، سيدك محرز. هو لعب في الدوري الانجليزي سيدي، شي يلعب شي يدير، صار يمكن شهر رمضان خطره يبانو خطره ما يبانوش، يجي انا بيوريني انا هذا ميدو هذا شي يدير، هذا كان يلعب شعره، بغاو يسموه شوفال بلو، بغا هو ولا يقول ولا يقول ولا يقول الزوجه تاعي تعيط لي شوفال بلو، حصان الابيض، حصان الابيض. شوف البلو، كاين واحد برك كاين مرسقال لي زالمو سماو عليه ريحه، داروا اشهار تاع ريحه شوف البلو، الحصان الابيض مرسقال برك، ما داروهاش على ميدو ولا داروها على حسام حسن ولا داروها على عادل ايمان ولا داروها. انت على اي اساس سماو مرسقال بالشوف البلو؟ مي ولا يهود ولا يهود ولا يهود يطيح في 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 في, في, في لي زالمو بالواحد، طاك 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 ويعاود يطلع الجريه عنده تعاود جيو خلعوا فيه داروا عليه اشهار. هذه معلومه رانا ندوها من عندك، هذه معلومه كاين اللي ولاد الجزائر اللي ما على بالهمش كانوا يعيطوا له الحصان الابيض لي زالمو سماو شعبان مرسقه. انا لا نبغي شعبان مرسقه، انا كنت جيت جهوي نجبد على بالحليمات على مسيو نجبد عليه نجبد تاوعنا وانا بصح انا مشيت نجبد على قموح تاع المولوديه تاع قسنطينه، نجبد على شعبان مرسقه، نجبد بزاف كاين رجاله، كاين رجاله كاين، نجبد لك من الشرق نجبد لك من الغرب نجبد لك من الوسط نجبد لك من الصحراء، حنا رانا كاع تحت ظل الاعلام، حنا ماشي لاهيين مع باش انا مانيش لاهي مع بالشيخ ولا لاهي مع كلب واحد اخر، لاهي انا فانيك لاهي انا فانيك مع الجزائر مع الجيش. انا كيما يقول لك بالشيخ قال ما انا مديت الجزائر نرفد الاعلام انايا، اللي ربدوا الاعلام نقول لك اليوم رافدين الاعلام شكون؟ اللي راهم في الصحراء في الحداده مع المالي، هذوك اللي مرافدين الاعلام، مرافدين الاعلام وهم يخمون لك على الاعلام، هذوك باش انت راك تجي تقعد في كرسي وتعاير ولاد الجزائر.
هذو هما. شو بسببكم انتوما الناس ما يتفرج فيكم وصابوكم انتوما كبار مهابيل كبار بصح قال لك كبيرهم هبيلهم صابوكم. شو هذا ميدو كو صابكم انتوما تقولوا لا محرز كاينه بلاصته في البارسا يلعب لا بغات كاينه بلاصته قال له فردي فردي ولو كان مع شتا انا مكاس زعطة انا عودي هو مخير لا بغات عندي مهر انا نقول عندي عود ندس له والدي في الدار ونقول محرام مرتي لا عندي عوده في الدار وانا عندي كلب ونقول عندي عود بصح هادو ما همش رجال هادو عود باغي يردوه كلب محرز ما نشبهش الحيوان محرز شخصيه قويه وراجل راجل لا يعني انت كي قلت عود يعني راك راك كيما نقولوا تشبيه راك فاهم مجازي يعني انت شو نجيب لك حاجه انا نقول العربي الشجاعه تاعو العربي انا لا نقول عود لا نقول عود نعطيك هذه المعلومه بالك الناس ما يعرفوش العود ربي خالقه من الريح العود ربي خالقه من الريح مخلوق من الريح قال له يا كروكوديل قال له كنت نخاف منك قال له بصح مي خزنت ورقبت عليك صرتك تولد البيض ما يخوفنيش كروكوديل دروك يولد حبه بيض تما ما كان والو قال له كروكوديل كنت نخاف منك قال له بصح خزنت لك وقعدت نشوف فيك صرتك تولد حبه بيض هيا راه تربح كي تولد حبه بيض هذو كنا 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 نخافوا منهم مي تذكر بالشيخ دلوك بالشيخ والله يتربي ميه ماجر مركاطر بصح مي سناهم عرفنا قلوبهم كي دايرين هذه معنى تاع التمساح معنى الكروكوديل هذو فين دروك نعني لهم دروك كي عرفناكم صح كي عرفنا قلوبكم التمساح عرفناه باللي يولد حبه بيض وانتو ما عرفنا قلوبكم بصح بسبب هادو بسبب ماجر يقول لك اسطوره ملاعب العربيه هذا ميدو يتفرج في ماجر تيسيبو يدلو كيماك محرز لا محرز مازال راه صلاح يطير بالسيف هذا ميدو هذا ليلى علوي تهدر الهضره حنا مالغري ذاك غندور كان يظل ينبح دوبارمان في التلفزيون هاو 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 دوبارمان بصح بالقدره الالهيه بالقدره الالهيه ولا يهدر في محرز قال له 100 جوار بصح هذا ميدو مازال شاد الحب خاطر علاه قلعناها له والله ما تروح يروحوا ولاد الجزائر ولاد الشهداء حنا من روحوا يا ربي هذا الاعلام انا يا الاعلام انا بيا اعلامي انا اعلامي يطلع انا ما نبغيش انا اعلام كلب انا يطلع معايا وحدي ما كاش كلب يطلع معايا انا يجي انا تيجي انا يضرب كان يجي بيوريني انا لا ما انا لعبت انا لعبت انا لعبت الاعلام انا يا يربطوا الاعلام راه في المالي راه شادين حداده الزبل اللي يطيره لك ويجي انا راني نعم سيدتي هو شوبير الآن يبكي على المباشر على العالم الجزائري يعني ربما الشهداء هم اللي أطروا فيه والعالم الجزائري هو اللي أطر فيه هذا هو المباشر نعم عفوا لكن العربي خويا اللي كنحافظوا على بلادنا نعرفوا التغير على بلادك ونعرفوا التغير على العالم الوطني لذلك اثر فيك يعني كلام الشهداء حول الشهداء وكاع هادو علاه تفكر يقول لك حنايا نقدروا الدموع تاعك على المباشر سيدي نقدروها انا كجزائري العربي انا مواطن جزائري انا نسمح يقول لك نسمح لك بصح ما ننساكش تفكرت انا هذا ميدو نهار اللي كان يعرف الشهداء نهار اللي كان يعرف الشهداء